أولا نفعل حرف الزد، ندخل المكسوم، ممتازة. وهنا المكسوم عليه، أحسنتي. ها لحظة، قلتي 31 قسمة 15 بكم؟ باثنين. وبعدين 2 ضرب 15 ب30، ممتاز. الخطوة الثالثة ما نفعل؟ نطرح، صح؟ بعدين نزيد رقم أو عدد اللي هو 8، ها 18 قسمة 15 بواحد، 11، ممتازة. ب15 نطرح 3. الخطوة اللي بعدها ما نفعل؟ انزال عدد او رقم، احسنتي، ممتاز.